كرزن العلم، طلب العلم هو أفضل عبادة بعد الفرائض. ني في تكرام لان في فندان توب وني فالالان عويز ديا زافا ديه بي زي ما نندانزا انجيجا أورياني إريو فنفونا نددين الله. يكفي أن هذا ميراث النبوة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. حابي واني ما زاف ديبين فالالانا ويزي ني فالالانا وي لوفن لوفيتسكا بوكا ميروبا منان ستيا vo marina fa ireo mpaminany dia tsy nisy lova izay nambelandroka ny lovaintsika na vola zany na inona zany afa-tsy le fahalalana avy aminazy ireo no lovaintsika. Imamuna al-imam al-shafii rahimahullah ta'ala yaqul rahimahullah na'am imam shafii vilainy anisan'ny imamo amin'ny madhabo efatra izy zegny ny volana yaqul talab al-ilm afdal min salati an-nafila ny fitsakarana fahalalana na fitadiavana fanataovana fahalalana ho izy mamosavy izy ny volana dia manambalera kokoa mihoatra ny fanatanterana fanompoana na fila. Hal maana hadha ana talib al-ilm la yusalli an-nawafil mauvaisan volana midika hoe anao tsy anatanteraka sola na fila. La قلنا أن طالب العلم لابد يكثر من التعبد لله سبحانه وتعالى. تي فلان فاني والمرات في نار ناني بيان كزان فلان ديا ما كمار فنقولنا الله سبحانه وتعالى دينا رسولنا. لكن أراد الإمام الشافعي أن يبين أن طلب العلم متعدي يعني يتعدى إلى الآخرين تعلم الناس أفضل من صلاة النافلة أثر صلاة النافلة عليك وهذا لا يعني أننا نفرط في صلاة النوافل. Tsy midika le teniny imamo shafii volagniny hoe mpianatra na le talib le mpianatra zegny hoe anao tsinotsinona ireo nafila na ireo swala sunna aby ireo tsia fa midika le teniny imamo shafii volagniny ny fitsakaran'ny mpianatra anankiray fahalalana ho izy dia misy tombontsoa kokoa satria mivelatra miampita amin'olo hafa noho ny fagnanaovany swala nafila ho an'ny tegnany manokana zany hoe miampita amin'olo hafa ankoatrany zegny le asoavany fahalalana ny tadiaviny io. طلب العلم يقول إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعدل شيء من العبادات لمن خلصت أو صلحت نيته يعني كان يبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى لا يعدل لا يعدل به لا يساوي أي شيء من العبادات لكن عند من كانت له نية خالصة لله سبحانه وتعالى. مس إمام أريكو زين إمام أحمد بن حنبل نسني يملو إمام أيفتا زين إذني فول مفا نفت سكران فعلا لا غويزي دي سيميسي فنبونا زين متو فاليرام نازيو هوان زين أولا نندن تدفال لا غوي نتوني أنفوتني الله سبحانه وتعالى marigny zegny le nianazy zany hoe zegny ambony be zegny le valerany nia ny fitsikarany fahalalana mihoa zany hoe tsy mitovy ireo fanompoana sunna zegny. Suila imamuna al-imam malik rahimahullah ta'ala imam malik zegny namotaniana koa an rajul mahkumun alayhi bilqasas bil'idam mathalan yani yaqtuluhu bad ayam namotaniana izy mikasiky olo araiky tsy maintsy tapahana lohany. قالوا له ماذا يعمل هذا الرجل ما هو أفضل أن يعمل في هذه الأيام الباقية له على الموت. نمتنين رو إذا مسؤول رك زين تمين ستبان علون كإيم زين اللي راح تينا وين ما نندعز تكون يتوني ولوس فيت تمين تفوت. قال يطلب العلم وإن لم يعمل به. ولاني ما ديم تدفال لان إذا ولاني أنعتني فتونا علون أنا بان علون أزيو إذا ما ديم تدفال لان نديو تيم بيسين يفعل لان تديابني. الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم. قال له وقل رب زدني علما. أرك يتسك فلان فا الله سبحانه وتعالى تنير كي بمنان أنعب زافتا أن كوتن وي الله نير كي بمنان وي مانغتاها في أمبيني فما روزن فعلا لانزين